قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي. أذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك الاستغناء عن إيهاب جلال بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدف لهدفين في الجولة 31 للدوري الممتاز. كما قرر المجلس تعيين خالد جلال مديرا فنيا للفريق الأبيض.